صرخة مطالب واحتجاجات عالمية سترتفع من حرم مطار رفيق الحريري الدولي من خلال الموظفين والعاملين فيه، واحتجاجا على الرواتب مما يؤدي إلى شلل مؤقت في حرم المطار. وهنا أرى رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الحوت بيتدخل وبيقوم بجهود جبارة لإنجاح المفاوضات مع الموظفين، وسيسعى إلى تحقيق مطالبهم، وهدفه الأول إبقاء مطار بيروت محط الإنذار سواء على صعيد التنظيم أو الأدوار أو الازدهار السياحي المتواصل. ومنقول له شكرا للأستاذ محمد الحوت. عنوان مهم للفترة القادمة، وسيكون دولة الرئيس نبيه بري في قلب هذا الحدث، وبيساهم بشكل بارز وفاعل في حلحلة قضية الرواتب، ووزارة المالية بتكون حاضرة للحل والمرصاد. مطار رفيق الحريري الدولي بيصبح حديث الناس والإعلام خلال المرحلة القادمة. سوريا yeah. ومنشهد انسحابا مفاجئا للقوات العسكرية التركية من بعض مناطق شمال سوريا، مما يجعل المعارضة السورية وبعض الأطراف المسلحة في حالة بلبلة وإرباك تصل لحدود الاستسلام. أزمة المحروقات والكهرباء والقمح والغاز والمياه التي تعاني منها سوريا اليوم أراها بتتجه نحو أبواب الانفراج إن شاء الله خلال هذا العام، وسنرى المنظمات الدولية تعود إلى تقديم المساعدات والإمكانات الخاصة بزراعة القمح في سوريا بعد توقف طويل، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج في محاصيل القمح، والتي ستشكل مصدرا مهما لمعالجة أزمة القمح والخبز في سوريا. بتكون الأنظار ومع الإعلام على مدينة إدلب ودير الزور بسبب أحداث وتطورات متسارعة والحلول آتية لا محالة، وبتشهد لم الشمل بين الإخوة والعائلات السورية ومن كل المناطق. بيكون حديث الناس لفترة، وفرحة اللقاء والعناق ستملأ شاشات الإعلام. عودة يعني للجنة. عودة، وهن عودة الشعب السوري، كلهم بيحطوا إيدهم بإيد بعض وبيكونوا كلهم واحد، كأنهم كلهم جيش واحد للحفاظ على سوريا وأمن سوريا. اختصار المأساة ستكون كبيرة بهذه الدول. توقعات نارية لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف، تشاهدونها حصريا على قناتنا. مرحبا بكم متابعينا الكرام، هذه حلقة توقعات نارية لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف. تتوقع ليلى أسعار العقارات في سوريا أنها ستشهد ارتفاعا جنونيا في الأسعار، وسيكون البيع بالدولار. كما أرى حلحلة وانفراجات واسعة على الحدود السورية التركية بسبب مبادرة تفاهم ستجمع الرئيس بشار الأسد والرئيس أردوغان، مما يجعلني أرى وأقول أن ربوع السلام والخير والخيرات والأمان راجعين إلى سوريا الأرض والشعب. الرئيس السوري بشار الأسد سينفذ قانون قيصر، هذا القانون سيقلب كل الحسابات والموازين أمام بعض أعداء سوريا خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب خطة مفاجئة نراه سوف يقوم بتنفيذها قريبا. كما أن الحكومة السورية ستتعرض للاستهزاء من أعداء سوريا، وسيقابل هذا الاستهزاء بعقوبات كثيرة. الساحة اللبنانية مقبلة على أجواء من الفوضى والمظاهرات والاحتجاجات والغضب ستعم الشارع اللبناني، وسنرى الجيش اللبناني حاضرا ويتدخل ويكون بالمرصاد. المدارس الرسمية بلبنان مهددة بالإقفال، والجامعة اللبنانية بقلب الحدث، وصرخة الطلاب تهز شخصية عسكرية لبنانية سابقة كان لها دور وحضور قوي وفاعل على الساحة اللبنانية، أراها في ذمة الله بسبب حدث مؤسف. الارتهاب الرئوي سيظهر بشكل لافت خلال العام الحالي، أعني 2024 و2025، وقد يسبب أعدادا كبيرة من الإصابات وحالات الوفاة، ويهدد أرواح الناس جراء انتقال العدوى السريعة، وكل ذلك بسبب موجات الصقيع القادم القارس وأمراض معدية تنتشر في عدة دول، وبالأخص في تايلاند وإثيوبيا والهند والفلبين ونيجيريا والنيبال والسودان وباكستان وأفغانستان. وتهديد هذه الأوبئة سيصل أيضا إلى حدود أوغندا وفي قلب بلاد الكونغو. سنشهد ولادة حلف ناتو عربي يتألف من جيوش عدة دول عربية بارزة، ويتدخل لحل الأزمات
وخاصة عند ظهور بوادر من الخوف والقلق من احتمال اندلاع حرب طائفية مذهبية في المنطقة. وهنا سنرى قوات هذا الحلف العربي مع أغلب القيادات الشيعية والتنمية الحكيمة يتصدرون واجهة الأحداث القادمة لمنع حصول هذه الفتنة. كما أرى كل الدول المتواجدة على خط البحر الأحمر تتأهب وتستعد لمواجهة حصول حدث بارز وخطير، وأيضا دول البحر الأحمر سوف تتوحد وتتأهب للرد بشكل قاس وكبير، مما يجعلني أرى أن البحر الأحمر يشتعل وهو على أعتاب الحرب، وكل هذا سيؤدي إلى كوارث مالية واقتصادية بسبب تداعيات هذه الحرب. البحر الأحمر سيكون مسرحا للكثير من الأحداث والمفاجآت القادمة، ومع وجود كل هذه السفن الحربية والقوات الأجنبية في مياه البحر الأحمر، إلا أنني أرى أن الأحداث الحقيقية لم تبدأ بعد، وأرى أن اليمن والحوثيون سيشكلون بداية الأحداث الكبيرة، والأهداف المباشرة والبعيدة سوف تشكل الصدمة والمفاجأة. هنا سنرى السفن الأوروبية والأمريكية. شبح الموت يهدد ويقلق العالم من مرحلة الاضطرابات المناخية القادمة والأعاصير والحرائق الكبيرة والعواصف الرملية التي تضرب بعض دول العالم. عام 2024 هو عام المفاجآت المرعبة والمخيفة، كما أنني أرى جملة ستموت بعد قليل تنتشر في معظم دول العالم: إصابة شخصية مهمة جدا ومعروفة على صعيد العالم بسبب انفجار مدبر، وهذا الاعتداء يطال هذه الشخصية أثناء وجودها في طائرة خاصة أو في يخت بالبحر. عاصفة ستضرب أجواء أوروبا، وكوارث نشهدها داخل بعض الدول الأوروبية خلال عام 2024، وباختصار المأساة ستكون كبيرة. قد يتحول مأتم وتشيع جنازة أحد الرؤساء إلى مسرح لجريمة كبيرة قد تؤدي إلى وقوع قتلى بينهم عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع.